طيب نطلع تقرير مع فيريرا والملاعب. بلغة الأرقام دي فيريرا مش مستريح في استاد القاهرة. أكتر مباريات لعبها وأكتر مباريات خسرها. يعني موضوع مش أنا ماليش علاقة برضه بموضوع استاد القاهرة يعني أنا لا يعني أنا قصدي لغة الأرقام يا كابتن خالد ماشي يعني هي لغة الأرقام لما تكون الملعب رائع وجميل وكل حاجة وأنت بتتغلب فيه كتير ده مستوى فني ده إمكانيات لعيبة ده قدرات ملوش علاقة بحاجة تانية خالص لكن اديني الملعب يكون فيه ستابيليتي مفيش العيب متماسك خد بالك عايز اسألك سؤال فني شوية فضل. هل طريقة لعب فيريرا ما تستريحش في الملعب الواسع؟ لا تستريح لا طبعا تستريح بيلعب دفاع لا أنا متقدم أنا أنا, أنا, أنا أنا بقول لك فيريرا شايف ان واللعيبة شايف أنا بقول لك اللعيبة ما بقولش اللي أنا بقوله اللعيبة الاسترزات الاسترزات في الملعب تقريبا الملعب نجيل هتلاقيه قصير قوي هتلاقيه قصير قوي وانا قلت لك ان جزء من الملعب نجيل صناعي مع طبيعي مش طبيعي كله وبالتالي الفرق اللي عايزه تكسب يا كابتن سيف الفرق اللي عايزه تكسب بيبقى كترتها على الثبات لازم تكون اكتر لان انا بروح وبعمل فنتات وبرقص وبعدي وبروح فاهم قصدي يا كابتن سيف غير اللي انا واقف في زون ديفنس بدافع بطفش بلعب على هجمه مرتده فبيبقى تحركاتي مش زي تحركات الفريق اللي هو بيدافع ويهاجم ويروح ويرقص ويرفع وكده الفريق اللي عايز يكسب فالزمالك عنده مشكله في الاستابيليتي بس فهيروح هنشوف هل طب ليه الزمالك وانا بقول اهو ليه الزمالك في ماتشات اخرى بيكسب يعني في الدفاع الجوي كسب بيراميدز في برج العرب كسب الاتحاد يعني في ملاعب اخرى استطاع انه يكسب فيها ولا انا غلطان صح طب والفرقه الثانيه اللي كانت بتلعب الزمالك ما كسبت ما كانش عندهم استابيليتي ما هو انا قلت لك انا قلت لك يعني هي ارضيه الملعب كانت عليك انت ومش عليهم ما انا قلت لك هم المفروض يتغلبوا خالد في ملعب واسع وملعب زي دوت المفروض يتغلبوا لا كابتن امبي كسب انا اقول لك حاجه بس اديك معلومه ابقى برضه قلت لك اللي بيكسب اللي عايز يكسب غير اللي يدافع طب هقول لك حاجه لذيذه ماشي ما اللي بيدافع ده هيقع ويتزحلق من كتر الضغط عليه طيب ما هو موسيماني مش عاجبه ملعب المقاولين ماشي هو لا عشان ما رشش الملعب بس كابتن خالد جلال قبلها بس طب إيه النقطه هو يعني الملعب حلو جدا والنادي الاهلي طبعا لا 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 موسيماني قال لك انا ما مش عاجبه ملعب المقاولين ولعب اكتر مع ماتش على ملعب المقاولين ما عرفش يكسب هو البنك الاهلي ده مش عليكوا عليا برضو هو الرش ده مش عليكوا عليا ما عنديش مشكله طب ماشي ما هو صاحب الملعب بس انا بكلمك على الاستابيليتي بتاعه الملعب اللي انت قلت النجيله هي اللي فيها مشكله فهل اللعيبه بتاع انبي وطلع الجيش دول يا كابتن من يا كابتن يعني؟ شام انا قلت لك 100 مره الفريق اللي عايز يكسب تحركاته في الملعب والقدرات الهجوميه اللي بيروحها وخلق الفرص والترقيص والفنتات كل ده عايز ستابيليتي غير فريق واقف زون ديفنس ومش فارقه معاه غير ان هو عايز ياخد نقطه ده في فرق كبير جدا في التحركات والحاجات دي وانا بقولها لك انت بتقول لي كابتن خالد جلال صاحب الملعب طب انا هسالك سؤال هو احنا مش بنسافر افريقيا
مش بنروح نلعب مع المريخ السوداني والهلال السوداني وبنلعب مع سيمبا وبنلعب مع النيجر وبنلعب مع رواندا وبنلعب مع طب انت هناك هتختار الملاعب؟ لا لا احنا مش هختار. طب ما هو طب ليه بيعترض على ملعب المقاولين بنك الاهلي؟ محدش اعترض. احنا الاهلي ما بيعترضش. انا ومش مسامي اعترضتش. الاهلي بيعترض دايما. طلعنا كابتن طلعنا من الكرسي عشان عشان خلاص. هي وجهه نظر رايك في النهايه عليا وعليك. رايك في اداء موسيماني في الدوري المصري؟ لسه مش بالصوره الكامله يا كابتن سيف، ما ياخدش العلامه الكامله، لان هو تركيز اللعيبه وتركيزه اكتر في بطوله افريقيا. طبعا خلاص خلاص انت بتتكلم في 10 ايام وماتش الفاينل، فمهم جدا ان كل الدعم وكل المسانده لموسيماني حتى لو اداءه وحش في الدوري. ده طبيعي ان هو عايز اقول لك ان كل الفرقه اتصابت يا كابتن، هو مش لاقي حد برده ان هو يبقى موجود من كتر الضغط. النهارده محمد عبد المنعم كمان. طيب ما انا يعني لسه كنت هقول لك كل اللعيبه، اللعيبه كلها فعلا مصابه من كتر الاجهاد والتركيز الزياده عشان بطوله افريقيا. الحمل اللي عليهم كبير جدا، فعشان كده كل الناس هتغفر لموسيماني اي نتائج سلبيه في الدوري لغايه لما يرجع من ماتش افريقيا. هو ده الاهم. طيب.